اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في هذا العدد الجديد من حصتكم صالح جدا. اليوم حنهضروا مع التلاميذ اللي جوزوا البيا ونشوفوا كيفاش كانت امتحانات شهاده التعليم المتوسط وش يقولوا لنا عليها اذا كانت سهله ولا لا. تابعوا معنا. شفناك خرجت اليوم من الامتحان، كيفاش كان الامتحانات لحد الان؟ اليوم جوزت نتايا امتحانات البيا. اليوم طاح ساهل. العربيه دينا بالعربيه، العربيه جا الوضعيه برك شويه معقده، بصح الفيزيك طاح ساهل. واش فيها غير واش قرينا؟ العربيه علاه جات معقده؟ علاه جاتك معقده؟ اخت الوضعيه طلبوا لنا بزاف سطور، شغل كانوا عندي الافكار بصح سطور بزاف. العربيه في الاول كاش تشوكيت صح؟ وبعد ديك نص طويل هذه هي طويل. الناس داروه لنا بزاف طويل ومن بعد هذيك نورمال عادي جوزت مليح. ومن بعد شتيه باللي ساهل؟ ومن بعد هذيك ساهل الحمد لله يا رب. والفيزياء؟ الفيزياء ساهل، انا غير شفتو السوجي حليت نورمال عادي ما هذه هي. شنو هي الحاجة اللي جاتك صعيبة لحد الآن؟ لحد الآن والو الحمد لله يا ربي. ما قدرتش نرقد من السقاس، حسبت لي حيجي واعر مع الآخر والله جا ساهل. يعني ما رقدتيش؟ ما رقدتش مليح والله ما رقدت مليح كاع. عربية شوية صعيب، الجزء الثاني داروه لنا شوية صعيب. والفيزيك سهل، فيزيك كل سهل يا يعني. العربيه فاش صعيب؟ فاش صعيب الجزء الثاني؟ عطاونا فيه شغل ما ديرش في بالك قبل حيطيح. لارجا سهل ولا بزاف سهل سورتو تاع فيزيك، ما كنتش حاسبه بلي حيجي تاع فيزيك هكذا باسكو كما المهم نديرهم كامل صعاب جاني سهل. العربيه الوضعيه شويه معقده صح. الاجواء كيفاش كانت في في الامتحان؟ كانت حماسيه، كنا كاع يعني كاين حراسة عادي نورمال. عندي زوج بنات يتوام راهم يجوزوا دوك على التنظيم داخل المدرسة، هذا راهي متكفلة به وزارة التربية، وحنا رانا نديروا لاكومبانيومون نمشيو معاهم نرافقوهم كي يجوا كي يخرجوا ننصحوهم. لازم يلفوه. فيزيك شوية معقد في الوضعية مي الحمد لله خدمنا شوية. حتى المرافقة هنا عند الباب لازم أنت تديهم تخد تديهم وتوصلهم للدار وتعاود تردهم تاسيستي معاهم في الفطور. بون البارح بور لي ديزيستريسي كنا خرجناهم يدوروا كذا. فيزيك داونا سوجي ساهل في متناول الجامع. وفيزيك ساهل بزاف خدمت فيه. خدمت فيه عنديش 15 ولا. إن شاء الله نجيبو كاع إن شاء الله ننجحوا يا. وكيفاش كانت الأجواء؟ كنت خايف شوية؟ ما نورمال. أول مرة جا سهل بزاف. إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله يا رب. عربية للزوج عربية وفيزيك. إن شاء الله ربي يوفقنا. فاش خدمتي مليح بزاف؟ عربية. قالك في العربية طاح لنا وضعية مليحة، أسئلة في الجيب كاع يقدروا يجابوا كاع ملاح. ما فيزيك طاحوا كاع الدروس اللي قراو، هاو الدليل ما قراش ما داش هادي هي. جا بزاف ساهل سورتو عربية الله جا ساهل، كاع إن شاء الله يكونوا خدموا. فيزيك الحمد لله الله غير الحمد لله، حسب كاع واش قراو، اللي راجع خدم اللي ما راجعش ثاني كيخدم، الله يعطيهم الصحة. بما اني استاذه اللغه العربيه يعني على حسب ما سالت التلاميذ يعني كانت في متناول الجميع، كانت الاسئله سهله بسيطه مباشره، ويبقى التركيز هو العامل الخوفي دي يلعب دوره. ان شاء الله ندعو لهم ربي يثبتهم ويوفقهم ويسد خطاهم. دونك انا ملي كنت مسخيس يا بصح جاو كلش بسيطه سورتو عربيه، دونك عربيه حاجه سهله ميم الوضعيه كل حاجه واش قريت. دونك واحد يريفيزا تقول كيجي كلش ساهل واللي موجود من قبل. فيزيك ثاني ساهل. عربيه كان ساهل مي بصح تاع فيزيك داو لنا وضعيه شويه صعيبه، ما قريناش حنا على انيمينيو ما مدتناش خو الشكل عليها. ما مدناش خو زعما ما مدتناش كيش تمارين عليها ولا شغل الفكره تاعها صعيبه شويه. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك.
أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا.